السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف إيه الجنيه القبوصي. قدامنا 1 جنيه قبوصي إصدار سنة 2004، طبعا العملات قديمة لأن قبرص دي حاليا ضمن الاتحاد الأوروبي وبتتعامل باليورو. 1 جنيه قبوصي من الخلف. بعد كده عندنا 5 جنيه قبوصي إصدار 1/9/2003، صورة تمثال قبرصي قديم. ومن الخلف صورة مسجد كبير في قبرص. دي 5 جنيه، طبعا العملة عاملة زي الاسترليني، أكبر ورقة فيها 20. بعد كده عندنا 10 جنيه قبرصي، شكل تمثال يوناني قديم. العملة إصدار سنة 97 وعليها شعار دولة قبرص. ومن الخلف بعض الحيوانات والطيور باللون الأخضر. شكل العملة جيد جدا وبسيط. بعد كده أكبر ورقة في فئة الجنيه القبرصي 20 جنيه قبرصي، إصدار 97، خريطة قبرص من تحت أهي باللون الذهبي. ومن الخلف شعار سفينة لدولة قبرص. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الصور. شكرا ليكم جزيلا.